القصة اللي هنحكيها النهاردة الحقيقة هي قصتك. أيوة قصتك، أول ما جيتي الدنيا دي كده ونورتينا، قعدتي بيبي حلوة جميلة كده في بطن مامتك 9 شهور، هانم كده هانم كده مستقنيصة، حبلك السري، أكلك بيجيلك لحد عندك، تعمليش أي مجهود في الحياة، محدش بيدوسلك على طرف، وقعدتي كده 9 شهور هانم سيدة القصر كده. فجأة وبدون سابق إنذار البيئة اللي انت قعدتي فيها دي طردتك، وطردتك شر طردة، مش ما تيجي بقى خلاص كفاية لحد كده، لا لا لا، ده فجأة طلق بوش 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 جامد جدا، امشي اطلعي بره احنا مش عايزينك، مش بس كده احنا هنقطع الحبل السوري، مفيش اي حاجة هتربطنا بيكي بعد كده. خرجت انت يا عيني للعالم الخارجي، شفت جو غريب، اصوات غريبة، طريقة اكل جديدة، ناس بتعمل فيكي حاجات غريبة جدا وتشقلبك وتطعمك وتأكلك وتغيرلك، الحقيقة اتبهدلتي بهدلة كده فظيعة، قعدتي تعيطي تصرخي وخواتينا ومش عارفة تنامي ومش منيمانة شهر واتنين وتلاتة، فين وفين، الحمد لله ربنا كرمك وتعودتي على العالم الجديد ده واتبسطتي واكتشفتي الله لعب ألوان شخاليل بابا وماما وحاجات حلوة كتير. لو جينا سألناكي كنا وقتها، ها ترجعي تاني للضلمة وللحبل السري وللبيئة اللي انت كنت فيها؟ هتقولي لأ مستحيل، شوية حضن ماما وأحلى حضن في الدنيا والأمان والرضاعة وأحلى أكلة كده بأكلها. فجأة وبدون سابق إنذار برضو، ماما هي ماما بس ماما قررت فجأة مفيش رضاعة، مفيش الحضن بالطريقة المعينة، مفيش طريقة الأكل دي، فأنتي اتصدمتي وقعدتي تعيطي وتصرخي وتدبدبي في الأرض، وأنتي إزاي بتعملوا فيا كده، لحد ما تعودتي ولقيتي الله ده في اكل حلو وشوكولاته ولولي بوب وحاجات حلوه وبيتزا وساندوتشز وبطاطس، ايه ده في حاجات كتير حلوه، ها ترجعي تاكلي بالطريقه اياها وتشربي اللبن اياه؟ لا يا مستحيل. شويه وكبرتي جت الحياه، يلا لازم نروح المدرسه، فضلتي تعيطي وفضلتي تصرخي وماسكه ومتشعبطه في ماما ومش عايزه تسيبي ماما، بس بعد شوية اكتشفت ان الحياة فيها حاجات كتير قوي عايزة اجربها واكتشفها، وعايزة اقعد مع صحابي وما تجوش تاخدوني دلوقتي تأخروا عليا، وعايزة اروح مع صاحبتي وعايزة العب وعايزة وعايزة وعايزة. لو جينا قلنا لك ما تقعدي مع ماما في البيت بقى وتسيبي الخروج وصحابك، هتقولي لا مستحيل. القصة دي هي قصتك وقصتي وقصتنا كلنا لما جينا الدنيا دي، ده اول درس الحياة كانت بتعلمه لنا، ده أول درس ربنا يعني برمجنا كده عليه، get out of your comfort zone، الحياة بتقولك اخرجي من منطقة الراحة بتاعتك، ولو انت ما خرجتيش ولو انت ما خرجتش بالذوق احنا هنخرجك بالعافية، هنطلعكوا فجأة بره منطقة الراحة. طب ليه؟ وده أول يعني الطفولة بتاعتنا، التدريب بتاعنا ان احنا نتقبل الدرس وان الحياة، وكأن ربنا بيزرع جوانا ما تخافش الحياة هتشقلبك وهتيجي في وقت تخرجي من منطقة الراحة، وهتعيطي وتدبدبي وتصرخي ومش متخيلة بكرة في ايه ولا اللي جاي ايه، بس ثقي اني واخدك لحاجة تانية احلى كتير، لو اديتلك الاختيار ساعتها واديتلك الاختيار ساعتها، ها ترجعوا للي في الاول اللي كنتوا قاتلين نفسكوا عليه، هتقولوا لا مستحيل، انت اصلا انا خدتك للاحسن من غير ما تسألني من غير ما تطلب مني، ما بالك لما كبرت وعرفتني وسألتني واستخرت ودعيت، أكيد أكيد أنت رايح للأحسن. فده كل واحد فينا عاش وتمرن على كده. طيب المشكلة فين؟ تعالوا نقول المشكلة فين. كنت بقعد كتير أفكر وتدبر كده في الآية بتاعت إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكنت بقعد بيني وبين نفسي لا بس أنا متألمة، بس أنا زعلانة، إزاي ربنا بيقول إنها في وسعي بس أنا متألمة؟ طب ما انا ممكن حدث تاني يجي ما بقاش متالمه منه بس حد تاني زعلان ومتالم، فقلت طب الحدث ده في وسعي اهو، انا الناس متضايقه بس انا مش متضايقه، بس انا في ده متضايقه، ازاي ربنا بيقول الا وسعها ازاي؟ اما قعدت افكر لقيت ايه بقى، تعالوا اديكم مثال. تخيلي ان انت بتروحي الجيم وانت بتقدري تشيلي 5 كيلو حديد مثلا، فجي الكوتش بتاعك قال لك يلا احنا عايزين من النهارده نتمرن نشيل 8 كيلو حديد. طيب اول ما هتبتدي تتمرني ايدك هتوجعك وهيبقى عندك شد وهيبقى عندك مش مرتاحه وموجوعه لحد ما انت هتقدري انك تشيلي ال 8 كيلو دول،
لكن مستحيل انت تبقي بتعرفي تشيلي كيلو واحد، ده اخرك ان انا يا دوبك كده امسك ازازه ميه، فجاه يقولك يلا نتمرن على 8 كيلو، صح؟ ده بالظبط اللي الحياه بتعمله معاكي. في لحظه الحياه بتقولك انت جاهزه دلوقتي للتطور، انت جاهزه دلوقتي تستقبلي ارزاق اكتر، انت جاهزه دلوقتي انك تطوري من مهاراتك وتكتسبي مهارات تانية، انت جاهزه دلوقتي انك تخرجي من الدايره دي لدايره اوسع. بس الخروج ده في مرحله انتقاليه، هتحسي بشويه اريافه، شويه خوف، شويه قلق، هينفع، هقدر، مش هقدر، مش شايفه اللي جاي ايه، هيبقى عندي ضلمه، فعشان انا مش قادر اقرا اللي جاي عليا انا عندي خوف. فلازم اتقبل ان يا جماعه احنا انسان خلق للتطور، احنا ما اتخلقناش نفضل في منطقه الراحه بتاعتنا. عشان كده زي ما قلت لكم في الاول، شئتي ام ابيتي، يا هتخرجي بالذوق يا الحياه هتخرجك بالعافيه، لانك لازم تتطوري ولازم تخرجي بقى يلا. فاذا لازم نتقبل ان في رحلتنا للتطور ورحلتنا اللي احنا بنطلب من ربنا فيها ارزاق اكتر، مهارات اكتر، نسخه احلى نعملها، لازم نتقبل ان هيبقى في محطات صغيره انتقاليه هنتالم فيها ونتوجع فيها ونحس بخوف فيها، وده طبيعي جدا. اللي مطلوب مننا ان احنا ما نعطلش المسار ده. يعني ايه؟ بعيط وزعلانه وخايفه وعندي كل المشاعر دي، بس انا معاك يا رب، بس انا مسلمه معاك يا رب، انا متاكده يا رب انك واخدني لحاجه احلى، انا متاكده يا رب ان اللي جاي احلى، عمرك ما سبتني، عمرك ما ضيعتني، اكيد انت واخدني لحاجه احلى بس انا دلوقتي مش شايفاها. وهو ده اللي بيعمل توازن ما بين ان احنا بشر بنزعل وبنعيط وبنخاف، فبين عندنا يقين، يؤمنون بالغيب، عندنا يقين في ربنا، ده اللي بيعملك التوازن بتاعك. اذا ربنا كان لازم يدربك على ده عشان يزرع جواك اليقين ده، وتدرك ان الحياه، ان اللي انت شايفه دلوقتي ده احلى شيء بالنسبه لي، ده ادراكك انت وادراكك انت. بس في ربنا شايف لا، اللحظه دي انت تستاهلي مكان تاني افضل، بس احنا اللي ما بنصدقش.